طيب الله صاحبي بان بي عليه بارك الله زيد شويه وسيد هو راه هذا مليوف شي جروب لا كومونتي لك واحد راه كيشوف شي طاير قال لك يهضر عليه شحال الحبس خويا بدر مزيان يحفظك شي بخير قول لي يا خويا زر ولا قرعه هذا قرعه خويا ولد تبارك الله عنده واحد لافورم ديال الجدور السلام عليكم خويا رشيد مرحبا يا مزيان قطعتك حبس جيت مرحبا على الراس العين نتمنى من الله خير ان شاء الله علاش قلت لك شوف لي اللي صافي كون هاد مزيان صافي استاذ بخير هاني الله يبارك فيك كنت في المسي عزيز ايوا وي المسي عزيز السلعه ديالك تبارك الله زوينه مليحه تبارك الله المغربي كيف ما كتسمعوا تبارك الله واحد توقعش فيه اللهم بارك هذا الاصل ديالو خويا ولد 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 يعني ولد ولد العشاق تبارك الله خويا اجداد تقريبا شحال عنده دابا السلام عليكم السلام ورحمه الله كيف داير اخويا الحمد لله مزيان كل شيء بخير الحمد لله بارك الله امور مزيانه الحمد لله الله يحفظك خويا بارك الله فيك خويا المرضي بغيت نسولك يا خويا على الماكله الاساسيه اللي كتخلي يعني بالنسبه للحداد كنهضروا على الحداد كتخلي الحداد بصحه جيده يعني واخا ديه مثلا صيصي جديد انا الاخوان عشاق ليزانس عشاق الديساج كيف ما كتشوفوا معايا انا وليدات تبارك الله شحال تقريبا عندهم اخويا راه جوج سنين اشتروا ولا قرعه صافي ديال 80 درهم يعني شويه يعني طالع في الثمن يعني العرض قليل والطلب كثير بالنسبه للسوق ديال اخويا مقربين منا كيقولوا 50 درهم وبنادم يعني كيتقوقج عليهم كيف ما كنقولوا بهذه العباره هذه يعني واقف هما كنشوفوا الشباب ديالي انا نقرب لكم الصوره الاخوان لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم يا متابعي قناة الحصول المغربي. اليوم السبت كنصور لكم اجواء تاع سوق قريعه نمر لكم اشباه الفرخات مخلوش اللي نمشي لايك ودير ابونا السلام عليكم الاخوان كيف ما درنا التقديم ديال الابن ديالي ما تنساوش الاخوان يعني تابوناو في القناه وما تبقوش لنا يعني تعاليق يعني محفزه السلام عليكم السلام عليكم خويا رشيد مرحبا ايه مزيان قطعتك حبسيت مرحبا على الراس العين نتمنى من الله خير ان شاء الله علاش قلت لك شوف لي اللي صافي كون هاد مزيان صافي استاذ بخير هاني الله يبارك فيك كنت في المسي عزيز ايوا وي المسي عزيز السلعه ديالك تبارك الله زوينه مليحه تبارك الله السي عزيز انت طولت الله يبارك خويا 80 درهم اليوم صباح المقني المقني حس قليله شويه بس كتقل بيسه زوينه خويا رشيد الله يبارك اللهم بارك انت على راسه الله يبارك والزين والزين وراس راس زوينين تبغى يتولع خويا رشيد بالنسبه خويا الثمن اليوم صباح الثمن ديال اليوم شنو كتقول يعني صباح مرتفع تمام يعني 80 درهم راه شويه طالعه خويا احنا كنا كنقولوا غادي تولي بالفري بالفري هادشي اللي هي خويا ولات ب 80 درهم كانت هاد السيمانه احنا ما عندناش الشتا في كازا ولكن في مناطق اخرى ديال الصياده كانت الشتا والشتا كتمنع الصيد ملي كتمنع الصيد الصياد كيخرج ما كيجيب والو دونك المقرن ما كايناش قليله في السوق داكشي علاش كيرتفع الثمن ديالها ولكن كنا كناخذوا جمله بقلب وراه خدينا بجمله بالصيد ومع ذلك اخويا رشيد راه شباع تبارك الله السلعه راه بقات عاهد البركه هادي كتشد البركه زوينه وكنعطوها للكليان اللي زوينين تبارك الله ما شاء الله المهم خويا رشيد اذا كانت شي سلعه مثلا من غير هاد السلعه هادي وبغاها بنادم مرحبا كاينه عندي سلعه في الدار ما كنجيبهاش من السوق بالنسبه للثمن اخويا بحال انا واخا نخليها في الدار نحسب لهم نفس الثمن ما كاينش غلط خلي النمر ديالك اخويا 06 19 04 64 34 ولي التيكر راه جاو عندي الناس من طرف هاد القناه مرحبا خويا جاو عند الناس وقال لي حنا راه خدينا النمره ديالك من اليوتيوب من عند القناه ديال الاخ عزيز طائر الحصون المغربي قلت لهم متشرفين مرحبا وجاو عندي حتى المحل وعطيتهم طويرات زوينين ومشاو راضيين وكاين الناس اللي صيفط الناس في اسفير صيفطنا لهم طويرات تما
وراه وصلوهم بخير وعلى خير. وكاينه ناس في مراكش مرة صفنا لهم طويرات راه وصلتهم بخير وعلى خير، رغم ما كانت شويه العرقله ديال الباسبور. والحمد لله كاين تراضي في الاخر، الانسان كيقتنع. بغيت نشير لواحد النقطه اخرى، الناس اللي كتعيط لك على فرق واحد راه باغي غير واحد وطير مزيان وكدا تاوى عليه، هذه القضيه شويه كيقول لك لا نقص عليه، حتى انا نتعامل معك وهصيفط لك وغادي واحد وبين 70 درهم واش محش من نقص عندك وغادي بلاص على قبله مثلا ودي بلاص على قبله حتى العام ديال كان 70 درهم ما قيم حتى هذاك الديبلاسمون ديال فعلا كاين نقول لك 70 درهم قول توكل على الله راه ما قلت والو وكنحترم كاع الناس كيف غير يعطيك نقول لك الدنيه هانيه تعامل معك يقول لك شحال نقول لك 70 درهم انا كنعرفوك اخويا رشيد ضر كبير الصراحه كتعامل وكنشكروك بزاف خويا يعني كتعطينا واحد الوقيشه من الوقت ديالك واخا انت راه الوقيشه ديال البيع والشراء كتعطينا وقيشه من الوقت ديالك كنشكروك وبارك الله فيك اخويا رشيد على خطيك اخويا. كنشكرك جميع المتتبعين اللي كتثق فينا داخل المغرب وخارج المغرب، مرحبا بجميع المتتبعين راه الاشاره تحياتي خويا بدر مزيان يحفظك شي بخير قول لي اخويا الزر ولا قرعه؟ هذا قرعه اخويا ولد عام تبارك الله عنده واحد لا فورم ديال الجدور عنده شي 6 شهور سواق في عمر الله ياك اخويا اش كنتي عاطي في الحفاظه؟ وداني اخويا وداني وداني وجيب معاك كلام با وشدو راك عارف خارج الكلام ياك خارج الكلام ايه طير انا عارفك اخويا مع الصباح كتبان لي غادي بالطيور ديالك القهوه يعني مصلبين دابا حبه ديال الكيري اللي حاطه في يدك يجي لها مدردك هي كل من عندك بالنسبه للثمن اخويا شحال كتقول فيه؟ الثمن اش غنقول لك الاخر ديالو 700 700 درهم يجي بنادم تيسمعو يجي يسمعوا يخلصوا على كلامه واللي قالوا يخلصوا مرحبا مرحبا خلينا مرتك اخويا بدر 07 12 35 84 25 تحياتي اخويا هذا مع الاخ رشيد هذا سمعتوا دابا قال لك عندي سلعه في الدار ما تقولش لا وصل لي السلعه الله يجازيك بخير قول لي ما السلعه اللهم بارك صراحه عجبوني الطويره صراحه هذو بليديين زوينين مخلطه مع سلعه البلاد 80 درهم ياك اخويا 80 درهم هذيك نسخر لك فيهم اخويا الطريقه باش غتعامل معاهم هذو سلعه كحلام لقيه سلعه الشوك زرعه الشوك البيريلا هادشي كامل المهم مانيطوبا وهادي ايه ايوا شويه غادي تبقى معاهم شويه المهم تي يبانوا لك يعني وقفوا عاد ممكن انك تبدل لهم يعني هاد الماكله كامله بالزوان تعطيهم زوان شويه زرعتك الثانيه كل شويه زرعت الثان شويه غيمشيو مع الزوان اللهم بارك انت صوفيتي فريخات زوينه الله يسخر لك اخويا المرضي وراه البرانيه راه مزيانه في التزاوج يعني اللهم بارك راه شويه تفقد ما تبقاش تلقاها كاع فعلا اخويا اللهم بارك يعني ملي كتاخذ مثلا طير بالفريال و60 درهم ولا حتى ب 80 درهم واحد القيشه راه كيولي ب 150 درهم اللهم استغل هاد القيشه هادي تاخذهم بالثمن وتحياتي اخويا شكرا من الله بدا تكون ارخص نطلبهم ان شاء الله ان شاء الله الشيء اللي بغينا اخويا رشيد 80 درهم اخويا 80 درهم عندهم شيء كيف ما كتسمعوا الاخوان مقادين 80 درهم 80 درهم عندهم شيء ها هي صبحت اليوم شويه غاليه ياك اخويا كما كتسمعوا الاخوان مقني اليوم راه العرض قليل والطلب عليه كثير راه شوف هذاك هادو قدام هادو شحال ضاربين هاد البرانيين دخلت دابا بشي شهيره تقريبا ما تنظنش الاخوان ضاربين تقريبا شهرين حيت البرانيه يلاه دخلت تقريبا دابا بشي 20 يوم ولا هادي كيف ما كتشوفوا معايا الطير طير بعدا راه موقد كيضرب الزوان المهم اللي بغى شي حاجه خويا خلينا مرتك خلينا النمر ديالك تتسالي تتسالي اخو عزيز مرحبا خلينا النمر ديالك اللهم بارك 06 07 09 73 78 48 دير مزيان هادي والله خديتيهم ياك راه خديتي منهم هاد البياسه هادي وراه هو اللي ورينا لك هو اللي رديتي راه هو اللي جبتو هادو قدام اخويا عبد الرحمن زين واش حسبهم لك انا؟ هو هذا كيقول 120 صاحبنا هذا الطوير بعدا الصحه ديالو زوينه تلزق انت شتي هذا شويه شي رزقه انا كنظن انهم يعني مصوفين
مصوبي كيبان لي مصوبي ديالو شويه خضراء ولكن هذا بلا ما تاخذوا اخويا لا هذا الفصل هذا الراس ديالو احسن من هذا داك الشيء غتخدم معاه والي بادر شحال كتقول في هاد الحداد اخويا؟ 300 درهم تبارك الله راه مكلم تبارك الله من ضرب بدال اخويا خلي النمره ديالك اخويا 07 12 35 89 29 اخوان كيف ما كتسمعوا حدا ضرب بدال يعني تقريبا عنده عام الله يسخر اللي بغاه مرحبا كيف ما كتسمعوا تبارك الله واحد توقعش فيه اللهم بارك هذا الاصل ديالو اخويا ولد ولد يعني ولد العشاق تبارك الله ايش هو الوطوات اللي غايجيب لك الكلام ما سمعتش انا هذا الكلام الوطوات كلام غري اللهم بارك كيضربها في خاطرو كاع كدا تسمعها في خاطرو كيدو ولكن ماشي تلاقات لوق صعيب على حساب العقلية كيف جا وكنحل عليه في الدار كنطلقو كنحل عليه هذا حاجة عندو هو البيروس جيب واحد الولد ديال البيروس لولدي فين ما يبان ليك يمشي ليديريكت لا لا منقار مكروشي عمرو ما يشد من منقار طويل يدير روجه ماشي يشد هو يدير روجه مكاين بالنسبه للثمن شحال كطلب فيه اخويا البيع ديالو هو 800 درهم اللهم بارك خلي النمره ديالك 21 07 59 51 61 تحياتي اخويا شكرا على الوصيه الجديد شحال بغاول كذا 30 درهم ما قالشكش من مرقداد هو راه هو معك الله سبحانه وتعالى ولكن لا ضرر ولا مرقداد منين سيدي بوزي سيدي بوزي طال العام اش الثمن سيدي والله الا غنبيع ليك والله صاحبي غنبيع ليك تبارك الله زيد شويه وسي هو راه هذا مليوه في جروب لا قريب ها بروموتي لك واحد راه كيشوف شي طاير قال لك يهضر عليها شحال ضحكت قال لي حطو تحت شو عاود رجع اياك
خلعتهم بلا هضره خلعتهم الله مبارك جايين ولا ادريس يقرا ولا جدر اخويا ها قرا عاود نعم الله بارك الله الدور ديال الجمعيه راه بداو كيبانوا اخويا هذا راه ديال خونا ادريسي اللهم بارك كل ادريسي تبارك الله ما شاء الله عاود عام عاود عام ودا الشاد تبارك الله ربينا من الوقفه ديالو والتحركات ديالو ايوا هي جاي السلام عليكم السلام عليكم الله خويا كاين انا نوري كاين بلاصه شي كطريان كوميساريه كتمشي تهضروا على الشارع الجولان يعني حتى الفوق حتى القيصريه اون باس مع القيصريه كاين رمشيو با سوق القريعه هو سوق الاربعه كتدخل داخل تشيني كتدخل مع هذوك الفراشات اللي كتدخل تدخل العياده تمشي ديرك القديم هذيك القريعه سميتها القريعه راه هي هذيك هي هي فهمتي اي واحد سول شيها كتدخل معاه ديريكت كاين واحد السور داخل اخويا لا خويا راه سميتو اي واحد سولتي قلتي لي الاربعه صافي عرفت ديريكت تدخل اخويا غتلقى علي من ديالك مرحبا ولا ادريس الثمن شحال كتقول فيه 2500 كاين شي ثمن اللي بغاه هو الاخر هذاك هو الاخر على هذاك تاخذ 4500 مرحبا لما يجيو عندك 2500 خلي النمر ديالك اخويا 06 60 50 48 11 تحياتي اخويا ادريسي الله يسخر لك فيها اخويا الله يحفظك بارك الله فيك وتحيه للجمعيه البيضاويه اه وغنديروا على اخوك واحد لعيبه الى عندي الناس غادي تكون لاشين ويا من عند عزيز ولا من عند اخ يوسف مرحبا فهمتيني غنوصل واحد العدد فهمتيني اخو غيتعطى فابو غدا القرعه بلاشي على اخو مرحبا على التحدي هذا التحدي اه ولكن الى وصلنا العدد شحال تقريبا تقريبا لما هي شحال فيها لا واش لا لا من ناحيه لي زابوني زعما لي زابوني ولا يعني المشاهدات لا بلي زابوني زابوني هي لا حنا نديرو كلشي دارين شحال كاين هذا صور بالنسبه للقناه ديال الاخ الادريسي معاك حتى توصل كاينه دابا تقريبا في لي زابوني 3843 الى وصلت لواحد العدد اللي هو شحال هذا العدد اخويا كاين 3843 ابوني وصلوا 6000 ابوني وصلوا 5000 5000 الى وصلنا ل 5000 انا غادي ندور التليفون باش يبان مع الضل غيبانوا لي زابوني هانتوما الاخوان الى بانت هنا ها هي 3843 الى وصلت ل 5000 الطير خو هذا غي يعني يتعطى فابور ولكن غدير مسابقه اولا قرعه واللي يعني ما تم غيتابونا مع الاخ الادريسي ومرحبا والف مرحبا جو جو اخويا ما نعرفوش حنا نقولوا ملايين حنا نقولوا ملايين اخويا حنا نقولوا مليون ونص جوج ثلاثه ما تجيش معانا تستاهل اخويا ادريس والله تستاهل بالله الله يجيب اخويا شي واحد امين كومبتير الله يسخر لك المهم الطويره غنوصلوا ان شاء الله ل 5000 ابوني بالنسبه للقناه ديالك مرحبا
القناة ديالك سميتها خويا الإدريسي؟ هذا كيجمع عليا كامل القوي. مرحبا الله يودي، وحنا داكشي اللي بغينا خويا. وانت القرعة، حنا اللي غنبغيو نديرو قرعة ديال أصول العادات. أييه. حنا غنبغيو نديرو قرعة، غادي فهمتي اللي يدخلوا من عند عادي يديروا من عند يوسف، غيدخلوا غيصيفطوا ميساج. أييه. غيصيفطوا ميساج. ماك اخويا غتصيفطوا ميساج غتجمعوا غير هذوك الدراري اللي داخلين. حنا حنا ما كرهناش 10,000 ديال اللي زابوني. الله يسخر ليك. أهلا الإخوان واحد الطوير، اللهم بارك. قراو الشجرة هذا أخويا. شحال عنده أخويا؟ 3 سنين تبارك الله. الله خير. كيف ما كتسمعوا الإخوان، الطير يلاه خارج. 11 بيضة في الدار. أييه. كان فيه زوين. لا فيه زوين، ولكن دابا يلاه خارج. يلاه خارج، يلاه غيبدا ريكيبيري دابا، يبدا يرجع. بالنسبة للثمن شحال كتقول فيه؟ 350. كيفما كتسمعوا الإخوان 350 درهم. خلي النمرة ديالك أخويا. 06 61 70 70 44 09. تحياتي أخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف داير اخويا؟ الحمد لله. مزيان. ماشي بخير؟ الحمد لله بارك الله. امور مزيانه؟ الحمد لله. الله يحفظك اخويا، بارك الله فيك. بارك الله. خويا المرضي، بغيت نسولك اخويا على الماكله الاساسيه اللي كتخلي يعني بالنسبه للحداد، كنهضروا على الحداد، كتخلي الحداد بصحه جيده يعني واخا ديه مثلا صيد جديد. ضروري تشوف. اول حاجه خصك تعطيه الدود. ضروري. حيت هو علاش الدود اخويا؟ حيت هو كياكل الحشرات في الطبيعه. اييه. كيعيش في الحشرات. حشرات وفواكه. دابا انت كتجي كتبغي تعطي السكر. اييه. ما كيجيش ليه مع الجهاز الهضمي ديالك. ما عليك ولا شف عليه كيقدر يموت. يعني اول حاجه كتعطيه ليه هي الدود. وتا النفسيه ديالو كترتاح. سبحان الله العظيم. انه ملي كيجي كيلقى الدود، هو النهار كامل وكيقلب على الدود. الدود كي مفضل في الماكلة ديالو. فعلا. ياكل الحشرات ولكن النحل كياكل الفراشات، ولكن الدود مفضل. الفائدة ديالو هو الله عز وجل خلقو عارف هو الحاجة كتصلح ليه. فعلا. ملي كتعطي حتى الدود النفسية ديالو كترتاح، كيلقى الدود. أحب طعام إليك. زيادة على الباطي، بحال الباطي هذا مهم له. كتعطيش السكر، كتعطيها الباطي، فيه كلشي. هذا الباطي هذا كتصوبو نتايا؟ أنا كنصوبو أنا. شوف المكونات ديالو أش فيه؟ هذا فيه في اللوز، كركاع، زريعة، زريعة كحلة. أييه. كاوكاو، التمر. أييه. الزبيب. وبالعبار بطريقة علمية. هادشي كامل كيطحن. عاد الموت. وبطريقة علمية، ماشي طريقة عشوائية. يعني داكشي علمي، ما تشكوش حاجة تزيد على حاجة. أييه. هذا كيعوض ليه الماكله ديال الطبيعه، زائد الدود كتعوض ليه الماكله ديال الطبيعه، كياكلو كيولي بخير. يعني كيوقف؟ كيوقف، لان عطيتيه المعادن، عطيتيه فيتامينات، عطيتيه بروتينات. يعني داكشي كامل اللي تيضربو في الطبيعه كاين هنايا في هاد الباتي. في الباتي تبارك الله. ماشي غتكون حيت فهمتي ضروري البحث. وبالنسبه خويا كيعوض ليه لهاد الباطي هذا شحال كيدير الثمن ديالو؟ هذا كيدير 10 دراهم. 10 دراهم يعني شحال فيها؟ فيها رابعه. رابعه. هانتوما الاخوان اللي بغى هاد الباطي راه غادي يجي هنايا الاخوان سوق القريعه كيف ما كتشوفوا الاخوان. انا غنعاد لكم فيديو. مرحبا خويا الله يحفظك. هو ام القفوزه. تحياتي خويا. ولا كانا الله يحفظك. كيف ماشي حاجه القريعه؟ تحياتي بارك الله فيك. الاخ الكريم راه يعني كاين هنا حدا التريطوار حدا الطاقة الشمسية، اللي بغى شي حاجة يجي يتواصل معاه. كيبيع الدود القبابي الإخوان بالنسبة لهاد البواطا شحال كدير؟ هادي 400 ريال يعني 20 درهم. وهاد الباطي الإخوان رابعة ب 10 دراهم. واللي جا عنده هنايا مرحبا وألف مرحبا، واللي بغى يتواصل معاه راه عنده رقم الهاتف. كاين ما مساليش. أييه. ما مساليش، غادي يبدا يطحن في السيكاليم، غادي يجيب التمر، يجيب هادي. طحن كاوكاو هذا واجد، كلشي مقاد كلشي محفوظ. عبار الحداد. خلي النمر ديالك اخويا. هذا الحداد كتعمر مع الوكاله مباشره. ديريكت. بالنسبه مثلا الوطوات الجنوبيه كدير السيكاليم ديماراج. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السيكاليم ديماراج كدير الرابعه مع الرابعه كتخلطها وديرها في شي قرعه وتولي تعمر الوكاله. بالنسبه مثلا للولوان كطحن السيكاليم رابعه. اييه. كتخلطها مع حمرت الصدر. اييه. قلنسوة طيط نوار. اييه. حتى هي كتحل الوان. نص سيكالي مطحون والنص باطي. يعني الدور كامل ممكن انك يعني تعطيهم هذا الباطي هذا. الباطي حتى تعطيني مباشرة. سيك. ديريكت. هذا الباطي فيه كلشي. اييه. الاخرين ضروري تعطيهم نص سيكالي ونص من هذا.
تحية يا خويا، وكنشكرك بزاف على هذه المعلومات القيمة اللي يعني ما يمكنش اي واحد هنا في القرعه ممكن انه يعني يعطيهم لك. انا الوحيد اللي كنصيب. بارك الله فيك خويا. انا كنت كنعطي الطيور ديالي وطحت يعني بالجريب. بالجريب طحت ان الطيور بانت عليهم. الطير كيبان لك الرجال زوين، كيبان لك بانت على الطيور. اي كيبان لك الطير ناشط، كيبان لك النصران ديالو كيبان لك مزيان. خلي النمره ديالك اخويا 06 33 23 49 49 35 35. بارك الله فيك خويا وكنشكروك. اللهم يجزيك. تحياتي. اللهم يجزيك. على الاخوان عشاق ليزانس، عشاق الديساج كيف ما كتشوفوا معايا انا وليدات تبارك الله. شحال تقريبا عندهم اخويا؟ يمكن ما بين 17 ل 20 يوم. يعني بالنسبه لهذه المرحله هذه يعني المرحله ديال الدريساج كتبدا من دابا ياك؟ من دابا فرق عين الريس. بالنسبه لهذو شحال الثمن هاد الصغار هادو؟ 150 درهم على حساب النوع، 150 درهم شي 200 درهم. بالنسبه يعني واحد مبتدئ يلا بادي ممكن يصوب بهم هادو يعني ما مخير شادين الصوره ياك اخويا شادين الصوره هكا. وهذا؟ هذاك يبقى 450. 400 قادم مدريسي ياك اخويا. قول لي راه كلشي قدامك. هادو نفس الثمن؟ لا هادو 180. 20 يوم ديال الدريسه. اييه. 20 يوم مخير كل. وهادو اخويا؟ 350. عادي كنشكرك اخويا الله يسخر ليك الحبيب. السلام عليكم خويا. السلام. كيداير مزيان؟ الله يلا بخير الله يحفظك. الحمد لله. قول لي اخويا الانواع اللي كاينه هنا؟ هنا كاين جاسبي. اييه. كاين تاجيت كوبلاج. تاجيت كوبلاج. تاجيت كوبلاج ديال جاسبي. جاسبي شحال اخويا الكوبلا؟ 250 درهم. 250 درهم. وكاين مشواش عين حمراء 2022. 150 درهم. هاد الصفرين ياك عين حمراء. وحده سيترون. سيترون. اورونج. وحده اورونج اييه. الثمن ديالو 150 درهم. 150 درهم للبياس. هادو نشاوي ياك؟ لا نشاوي تزيد كوبلاج. نشاوي وتزيد كوبلاج اييه. هادو بياسات ديالك ديال الدار هذا ديالي ديالي. هادشي راه باينين تبارك الله نقي نقي صراحه. خلي نمرتك اخويا 07 07 02 02 77 84 84 81 31. تحياتي خويا شكرا مرحبا بك. لا خطيك اخويا بارك الله فيك. اللهم بارك اللهم بارك. كيبين على القبوه هذه ديالو. ها يلا هذا مشكله يحاول تشوف قفز بدلت لي القفزه دابا على الشوكه. لا لا داوي ترى نعالجو راه تسموكي. ها مع صحاب الشرات ديال اليوم. دابا كاين عندي وحده صفراء وحده كرغليه اللي بغيتي نجيب لك. اصل ديالو قرا ولا صفراء؟ ها اللي بغيتي انت. قول لي يا خويا وجدك طلب تقريبا شحال عنده دابا؟ سنين تبارك الله. ثمن؟ ثمن؟ 600 درهم. ولكن راه واعر واعر بزاف حتى هو واعر. باش التليفون خدم ليه. المهم انا معاك الا تكلم مرحبا. لا واعر. خلي النمره ديالك 06 30 30 23 24 04 43 43. يلاه جي الشمس عليه. المهم بين ما ساوى اللهم بارك تكلم انا معاك.
السلام عليكم. سي عثمان كيف مزيانك؟ كيدير امور؟ طوير تبارك الله والله مبارك. دابا مابقاش باغي العشره ديال 3 سنين. دابا بغيت شي تقول لي زعما يعني البيع والشراء شويه ديال الطيور القدام مابقاش. والو اخويا لا دابا 500 درهم. اييه غادي يمشي هو غادي يقول لك عطيه هذو 500 درهم يقول لي لا انا راه مشيت لكاج الزواج يجيب بها 8 طيور. يعني تاج بنادم البرانيه وخلى الطيور القدام. هذا هو مشكل. ولكن دابا هاد البرانيه مثلا حنا ما غنقولوش ما كتصدقش كل واحد ويعني هذاك الشيء كيبقى صفر شي لا وداك الشيء كيفاش جا وبنادم راه خاصو يقلب يعني مثلا غياخذ 8 ديال الطيور غيصدقوا ليه واحد اربعه أو ولا ثلاثه تشوف ولا يضرب معاك الداله ويطول. اييه هادشي اللي كاين اللي يخرج لك ديك الطر اللي غيخرج الضربات كيفاش المهم في هذا الفيلم اخر بوهد. هذا هو اللي خلاه يعني البيع والشراء شويه يعني طاح ما بقاش البيع والشراء كنتي كتجيب الطير كتبيع ودابا ولكن هذا ظرف وغادي يسالي يعني مثلا غادي يضرب واحد شهرين ولا ثلاث شهور ما يطولش. هذا هو اللي بغينا حنا ما يطولش. الدابا مشكله هو غادي ندخلوا عاوتاني في واحد المشكل اخر هو وقت الخدمه عاوتاني الجدوره غادي يبانوا لك في السوق. اييه شايفين ولينا نمشي حنا راه دخلنا دابا شهر جوج شهر ثلاثه الجدوره غادي يولي بان لك في السوق يعني بلادهم ما غاديش يبقى ياخذ ديك القديم الا دوك الولاعين اللي عارفين الخدمه كي دايره وكاينين ما نعمموش طبعا. واخويا هذا هو المشكل حنايا انا راه هذا اللي خليه اعانكم الله الله يحفظك خويا. لا لا خطاك اخويا عثمان شكرا الله يسخر ليك.